بنحيي ذكرى وبنكرم وبنقول لكل الناس ان خط الصحفيين دي خط الرأي، وان الأبنودي مش غريب عننا، أبنودي طول عمره في وسطينا وطول عمره بنعتبره مننا. شعر الأبنودي في وجدان كل واحد مننا، وانت عارف الحاجة لما بتخش الوجدان من الصعب جدا انها تتنسي، يعني صعب جدا ان احنا بنقول بنرث الأبنودي، لكن بنقول ان احنا على طول سنتذكر الأبنودي. ونقابة الصحفيين دائما سباقة في هذا التكريم، كسبت حتى وزارة الثقافة. فتفضل. يعني خليني ما سبقش الأحداث، يعني خلي الإدانة تحصل ونتكلم. إذا كان مدان يعاقب، مفيش حد فوق القانون، وإذا كان بريء تعلن براءته، وإن كنت أعتب عليه سكوته في فترة مهمة جدا، والسكوت برضو بيدي نوع من الغموض.